الله أكبر. 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 الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوي الذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى وجعله غذاء نحوي ونقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وأن يسرك ليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من خشي ويتجنبها لشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعدتين إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. البشير النظير خادم الحضرة القدسية الموحد الأول بمطلق التقدير سيدنا محمد الفاتح خاتم النبوة والولاية المتجلي في بيت المقدر العالي والرضوان من الله العظيم الغفار عن ناصره بالحق في عالم الغيب والشهادة صديقه العالم بشريعته وتكاليفه المجاهد في سبيل الله احسن المجاهدة. الله اكبر. سبحان الله والحمد لله بكرة واصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اما بعد فيا عباد الله فاسمعوا وانصتوا رعاكم الله ولتعلموا أن خالقكم ما خلقكم أبدا إنما خلق الجن والإنس للعبادة والإيمان
واطلبوا زيادته بالإحسان في كل مكان وزمان، وإن من أوكده متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، إذ هو عين التقوى الذي ينال الله تعالى. لن ينال الله لقومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأهم ذلك الاستنان بسنته في عيد الأضحية الذي هو أعظم العيدين المشروع في زمن أبينا إبراهيم الخليل، حيث أمره الله بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل، وفداه بالكبش الجليل، فصار سنة باقية إلى يومنا، وهي أفضل من الصدقة والعتق، وقيل بالوجوب، فمن تركها قادرا أثما، وتجب بالنظر، وتتعين إذا التزمها بلسانه، والنية عند شرائها على المعروف، والمعمور بها حر مستطيع غير حاج بمنن، والمستطيع من لا يحتاج لثمنها في العام عند مالك، ولا يتسلم لها على خلاف في ذلك، ومن عنده ثوبان أحدهما يكفيه باع له الثاني، وشرطها أن يكون من النعم، والأفضل الضعن ثم البقر ثم الإبل، والظني والفهل والعقرن أفضل من غيره، وأقل ما يجزئ الجزء من الضعن، والظني من غيره، وهو من الضأن ابن سنة، وقيل ابن 10 أشهر، وقيل ابن 8، وقيل ابن 6، والأول هو المشهور، والثاني من المعز ابن 2، وقيل ما له سنة ودكلت الثانية، ومن البقر ما بلغ 3 سنين، ومن الإبل ما له 6، ونهي عن العرجاء والمريضة والأجفاء ومكسورة القرن إذا كان يدمى، والبشمة والمقطوعة الأذن والسمعاء، ونهي عن الخرقاء والشرقاء، والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والشرقاء هي المشقوقة الأذن، والمقابلة هي التي قطع طرف أنفها، والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره، وقتها في اليوم الأول من أيام الثلاث بعد صلاة العيد وذبح الإمام، وينبغي أن يبرزها إلى المصلى، فإن لم يفعل ففي إجزاء ما ذبح قبله قولان، وآخر وقت الذبح من غروب الشمس في يوم الثالث، ويتولى ذبحها صاحبها، وإن كانت امرأة فإن استناب وهو قادر أجزأه وبيس ما صنع، فإن أجز واستناب يحضر وينوي، ولا يأخذ الذابح شيئا في نظير عمله، وهو أي الضبه إمرار الآلة على الحلقوم والودجين، ويستقبل ويسمي الله عز وجل، ويمر السكين مرا مجهزا، ويضعه في الضبه بحيث يكون الخرج إلى الرأس، ويقطع الحلقوم والودجين، ولا يجوز بيع شيء منها، ولا يؤكر ولا يبدل، ويأكل ويتصدق ويحب من غير تحديد. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ينظران في سواد ويبركان في سواد وينشيان في سواد، ذبحهما بيده الشريفة وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وأما لن يضح من أمتي، وأنه صلى الله عليه وسلم: عظموا بهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وأنه أيضا: ما من عبد توجه بأضحيته إلى الكبلة إلا كان دمها وفرطها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من صدقة بعد صلة الرحم أفضل من إراقة الدم. وفي الحديث: يتجلى مولانا في يوم العيد ليزور عباده المؤمنين، فيعتق ألوفا من المجرمين، والملائكة شهود ليشهدوا عظيم عفوه عن العبيد. والصدقة في العيدين أفضل من غيرها 70، والله يضاعف لمن يشاء، ويندب التكبير من ظهر هذا اليوم لصبح رابع عيد دبر كل فريضة ملفظ الله أكبر. وتأخير الفطور لما روي أنه يعدل صيام 6000 سنة، وإحياء ليلته و
والتطيب والتضين ولو في حق من لم يصلي والمشي والجهر بالتكبير إلى أن جاء الإمام فيقوم للصلاة ومن جاء من طريق فليرجع إلى طريق الأخرى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنفقوا في سبيل الله وألموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق وراءوا الصلاة في الجماعة بطهارتها وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكبر من قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسي وثنى بملائكة قدسي وذلذ بالمؤمنين من جنه وإنسي وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله أقدر بدار العظيم ورضي الله عن صحابته وخلفاء الراشدين الهادي إلى المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وأن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وأم منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وأم باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وأن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك من كان في هلاك رحمة المسلمين ودمر أعداء الدين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء مرض وغلاء وطاعون وزنا وباء تخر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياكنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يشفي غيره اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بإذن الله نقول يا الله إن شاء الله ينونا منا ونرانا كأيدي بابا إذن صلى الليا wanda sunna ce ta annabinmu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuma sunna khatimul anbiya ce ta makon annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tafi akai Allah ya hore annabi Ibrahim da yanka daya daga cikin ƴaƴan annabi Ismail
Abusa mashhuri ko Annabi Ishaq ko wayanda masu addinai sai suna cewa nasu ne aka ce a yanka mu addinin mu na Larabawa muna cewa Annabi Isma'il aka hora a yanka su ma sauran addinai Yahudawa da Nasara suna cewa Annabi Ishaq aka ce a yanka alayhi hal mu ga inda duk abin ya faru can Mina, Muzdalifa, Arfa, su kuma suna cewa ga inda abin ya faru Baitul Maqdis ne da abu. To alhamdulillah al-amsa ko na hali Allah ya hore Annabi Ibrahim ya yanka ɗansa kuma Annabi Ibrahim ya amsa saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan zai nuna girman annabawa da amsa wa Ubangiji da suke yi ba wai ya yanka ragonsa ko ya yanka dokinsa ko ya yanka ɗansa kuma ya yanka ɗan ma ba wai ya sa wani ya yanka ba a shi da kansa ya ɗau wutar ya yanka. Wannan yana daga cikin bala'i babba kamar da shi ma ya faɗa da ya gaskata wa Allah ya miƙa wa Allah wuya ya zartar da abun sai Allah ya fanshi Nabi Isma'il alayhi salatu wassalam da abin yanka babba babba dai na ku zuciya azim abin yanka babba wannan abin yanka girman sa ya isa yau shekara ta 5,000 da yin wannan abu amma shi shekara sai duniya ta yanka abin yanka ba san adadin abin da ta yanka ba har yau fansar Annabi Isma'il ne alayhi salatu wassalam kuma Yahudawa akwai ranar su da sun yanka din nasu suke fansar Annabi Ishaq kuma Nasara sun ce Annabi Isa shine babban wanda ya sadaukar da kansa aka yanka ya ɗauke wa duk al'umma ba da su kuma su yi kankan da zuciya su yi sadaka su yi kyauta su yi ka sun ce ya kuma ya ke alayi halin kowa dai iya yadda ya girmama Allah da yadda ya kowa ka duba sai ka ga abu ne inda da gaske aka yi abu ne mai kyau dan an yanka zuciya ba ta yanku ba ba shi da bukata duk da ba gida kuma Allah ya sa mutum da zuciyar ta ka guda ya yanka din da kuma gashi ya hada na duk addini ta yi duk da gida mun gode Allah ya daga cikin girman ranar Idi Ubangiji yana ziyartar bayinsa kyau a ce bayi suna ziyartar Ubangiji amma ya zo Ubangiji yana saukowa duniya farko ya ce ya ziyarci bayinsa kuma ya gafarta wa duk masu laifi saboda mala'iku kuma su ne shaida kuma su ga girman afuwar Allah don haka ba a yi Idi a cikin rufaffen waje dole sai an fita ba a yi Idi a cikin rufaffen waje dole sai an fita don wannan rahama don wannan girma na wannan ziyara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala yadda ya dace da shi kamar yadda shari'a ta faɗa ya same mu to mun gode Allah bare Idi azumi a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min salama Idi a madina haka Idi a garuruwan kalifofinsa kuma yana da wannan min salama mun gode Allah an kula da sa mun gode ga Allah na wulawa mun haɗu bukatan da aya da su karewa cikin wa'annan hadarori mun yi Idi muna da ragan Allah ya zama mu gaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ga sayyida na Abu Abbas ni da zanzan shi ha da kurai bi Allah ta da shi da shafi wa mu cikin wannan hadara da zama da aiki da hadarata da zata mun gode wa Allah Allah ya karba mana Allah ya ji ya ci yau abin da ya faru kai Allah ya gani kowanne ya zo duwata ne ta tabbatar dan zata Allah kuma din mun tare da shi a cikin mu ko mun da yabo wani a ciki yanda kuma suka aikan ma mun aika haka Allah shi ne shaida ga mun abubuwa da Allah ya karba mana da azuri da ake shekara ana yi da komai Allah ya karba Allah ya ga kuma duk da ya ga shi hali da kuma yiwa da duk kuma musulmi da ga shi ya yi mu
sarun da kiya hakimin da kiya dango mai da horo kowa hanyar mana haƙƙin kansa da horo mana ma'arufa da horo mana karatu da horo mana dukkanmu alkhairai da fata iyayenmu da kakannin da shehunanmu da malowanmu da dukkanmu masu rabonmu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya taimake su Allah ya kare su da kofofin samun ƙarfa Allah ya kare su da buɗe mana dukkan al'ajiya Fatiha ɗaya wallahi goma sha ɗaya salatu ta ake goma kiya da kofi قال لي ورايا نبي رايا ني قلت بقى قوم بيا زمان
اغفر لي اصابا بدلا واخر لي من كل شيء كرا وقل لي يا رب بلادي وصار بلادي وكب بسامي كل شر غادي رب العالمين عاد بالعمين كل مطالب لكل هين عاد مغيره بأبواج الهدي بالإجابة ولكل عدل لما تعودت أراني نلت كل المطالب وإني قلت ما قدرت كايفا بالربي بل كل ما أنت شكرت أهدي نعمه بزائر مباكني أسبق لي بالغير والمعاكني دار تقدري وذاك أعظم مغيبة وأبعام لدى حوالي نعمة فلتقودا كل شرور أبدا وسرمدا يا ربي صلي على المقتدى وآله وصحبه يا أخي نيم الشفيع المصطفى ونيم هذه الوسيلة على الخلق أما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولك سبقنا صلى بالله ولا إلى صراطك المستقيم على يا رب الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب Yes.